مرة جديدة يلقى شخص حتفه أثناء تصوير مقطع فيديو لنشره على شبكات التواصل الاجتماعي. كبرى دوغان هي فتاة تركية تبلغ من العمر 23 سنة، سقطت من على سطح مبنى سكني في إسطنبول في تركيا، وهو ما أدى إلى وفاتها. دوغان كانت في زيارة إلى منزل ابنة عمها هيلين التي تبلغ من العمر 16 سنة. بحسب موقع دليلك في تركيا، عند غروب الشمس صعدت الفتاتان إلى سطح المبنى لتصوير مقطع فيديو يظهران فيه أثناء الغروب. أرادت الفتاتان مقطعاً لطيفاً لنشره ضمن تحديات تيك توك، فكانت النتيجة صادمة بعد أن انهار جزء من السقف حيث كانت دوغان تجلس. الشابة الثانية قريبة الضحية كانت تصور نفسها بالقرب منها، وتفاجأت بسقوط قريبتها التي ظهر في المقطع بشكل لا إرادي وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي. على الفور حضرت الفرق الطبية التركية وتمت معاينة جثة الفتاة من قبل الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن وكالة أناضول التركية. وقد نقل عن عم الشابة المتوفاة نابي دوغان ما قاله للصحفيين أمام مبنى الطب الشرعي بأنه قد حذر بنات أخيه من خطر الصعود إلى السطح، لكنهما لم تستمعا لكلامه. أما عن سبب السقوط فأرجعه دوغان إلى أن فتحة التهوية التي كانت تقف عليها الفتاة الراحلة لم تكن متينة، بل كانت مصنوعة من البلاستيك بدلاً من الحديد. لذلك حمل عم الفتاة الراحلة المسؤولية لمتعهد البناء قائلاً أنه استخدم مواد بناء رخيصة وأنه سيلاحق الموضوع. المؤسف أن حوادث من هذا النوع تقع من وقت لآخر في مناطق عديدة من العالم. الضحايا هم دائماً شابات وشبان صغار في السن يذهبون إلى مواقع خطرة لتصوير بث مباشر أو مقطع فيديو فتقع الحادثة. حادثة أخرى حصلت منذ بضعة أسابيع مع فتاة صينية تدعى شياو كيامي التي سقطت من رافعة كانت تعمل عليها وتقوم بتصوير يومياتها. اعتادت الفتاة تصوير مقاطع فيديو أثناء العمل ونشرها على تيك توك حيث تحظى بمئة ألف متابع. المؤسف في حالة الفتاة الصينية أن كثيرين ظنوا أن سقوطها خدعة للحصول على مشاهدات ومتابعين، لكن تبين لاحقاً أنها توفيت فعلاً.